صباح النور، مرحبا بكم. اليوم على الثمانية في قطار السي اس اس يلعب كل أوراقه للمرور إن شاء الله الدورة الثانية، دورة تمهيدي من كأس الملك سلمان للأندية العربية. السي اس اس يواجه اليوم نادي قطر القطري في الدوحة في مقابلة إياب بعد نوفيل ذهاب. مقابلة لاليك انتو فيت وقتها في المهيري 0-0، التعادل بين زوز فرق 3000 تذكرة على ذمة أحباء ممثلنا. الدعم الجماهيري دونك حاضر إن شاء الله اليوم بالنسبة للسي اس اس، إن شاء الله الملاعبية والإطار الفني يكونوا حاضرين، وإن شاء الله زينة الممثلنا النادي الرياضي لسباقس. نعود نذكر الثمانية في مواجهة نادي قطر في الدوحة، إن شاء الله كل التوفيق والمرور إن شاء الله للدور التمهيدي الثاني. بالنسبة للترجي والاتحاد المنستيري في المسابقات الإفريقية، نعرف فما مقابلات ربع نهائي جايين، مقابلة الذهاب والاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعطى الأسماء بالنسبة للحكام اللي باش تزفر المقابلات الجاية. بالنسبة للترجي مقابلته مع شبيبة القبيل في الجي نهار 21 أبريل الجاي، نهار الجمعة 21 أبريل الجاي، باش تكون بإدارة الحكم أمير عمر أو أمين عمر الحكم المصري طاقم تحكيم مصري في المقابلة هذه. بالنسبة للاتحاد المنستيري يستقبل ساكابي جون في مقابلة نهار لحد 23 أبريل في بنجنات، دونك المقابلة ذي بش يكون فيها اسم معروف على مستوى التحكيم الإفريقي والأثيوبي باملاك تيسما حكم مقابلة الاتحاد وساكابي جون، دونك هذوما الحكام اللي بش يزفروا مقابلة ممثلين في مقابلة ذهاب ربع نهائي المسابقات الإفريقية بين تشامبيونز ليج وكأس الكاف. هيثم الجويني لاعب المنتخب والملعب التونسي تعرض البارح للأسف الإصابة في التمارين متاع فريقه، عمل يرام البارح في انتظار اتخاذ القرار النهائي من الإطار الطبي للملعب التونسي في خصوص تواجد هيثم الجويني في مقابلة الكاس نهار الخميس ضد الترجي الرياضي التونسي. الباسكيت البارح تلعبت زوز مقابلات في نصف نهائي البطولة، المحالة مقابلة وفيت ومقابلة موفيتش. المقابلة موفيتش هي مقابلة النادي الإفريقي والنجم الرياضي الراسي، نعرف كل التفاصيل وكنا حكينا في ديمينيت كرونو على كل التفاصيل واللي خليت المقابلة هذه ما تكملش، دونك أحداث خليت المقابلة تتوقف تقريبا في الكارتون الأول، في آخر الكارتون الأول قبل 50 ثانية من النهاية. نشوفوا بعد شنو هي القرارات اللي باش يتم اتخاذها، كان فما تدافع بين الجماهير وكان فما زادة تواجد القوات الأمنية داخل القاعة وهي اللي كانت تسبب في التدافع متاع الجماهير هذيا. وانتوكا ان شاء الله لباس للناس الكل. مقابلة قلنا بعد سبب احداث العنف هذيا توقفت، لكن فما مقابلة اخرى تلعبت البارح في المستير بين الاتحاد المنستيري والنجم الرياضي الساحلي وفات بانتصار الاتحاد المنستيري 66-58. رجو نحكيو على الفوت، نحكيو على الفوت خارج تونس في كأس قطر، كأس مصر بليتو. حكينا على مقابلة قطر اليوم في الدوحة بين السي اس اس ونادي قطر القطري، نعاود نذكر الثمانية، لكن البارح تلعبت مقابلة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز. الأهلي ربح بيراميدز 2-1، يعني معلول ربح الروج 2-1، يعني نعرف أنه الأهلي فريق علي معلول ومحمد الضاوي. علي معلول كان يلعب مقابلة كاملة البارح، محمد الضاوي كان خارج القائمة نتاع الملاعبين اللي اختارهم المدرب نتاع الاهلي في شاركوا في الفينال هذيا. بيراميدز هو فريق فخر الدين بن يوسف الروج اللاعب اللي كان على البنك ودخل في دقيقه 106 في الحصه الاضافيه الثانيه، ماتش تحسم في الحصص الاضافيه دونك للاهلي بعد ما فاز في 90 دقيقه بالتعادل 0-0. نعاود نذكر الاهلي هز الكوب بالنتيجه 2-1 قدام بيراميدز، واللقب رقم 14 للاعبنا الدولي واسطوره الاهلي اليوم علي معلول. كملوا بالكرة خارج تونس، نمشيوا للأوروب، نحكيوا على تشامبيونز ليج. اليوم مقابلات ربع نهائي الدفعة الأولى من مقابلات الذهاب، زوج مقابلات يبداوا الثمانية، مقابلة بين بنفيكا وإنتر ميلانو. بنفيكا إنتر ميلانو مقابلة نصوروا فيها برشا فرجة، لكن مقابلة القمة اللي نصور الناس الكل والعالم الكل باش يتوجه للمقابلة ذو الأنظار الكل نحو المقابلة هذه. مقابلة السيتي بايرن، مقابلة تتلعب الثمانية متاع الليل، مانشستر سيتي بايرن ميونخ.